جميل، احسنت. طيب احنا قلنا، قلت لكم هقول لكم هديه اخر الحصه صح؟ صح. تمام. الهديه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، ان احنا لما نخلص وضوء بنقول ايه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ده الدعاء المعروف. في دعاء صغنون كده صغير خالص بنقوله عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في عمرنا في رزقنا ويغفر لنا ذنبنا ويوسع لنا في بيتنا. بيقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بنقول بعد ما نقول الدعاء الاولاني اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. تمام كده يا اولاد؟